بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في حلقه من برنامجنا اليومي مطبخ دريم. ان شاء الله حضراتكم تكونوا بخير جميعا، ونكون وصفه امبارح على فكره برغم ان المكنه زي ما اتفقنا مش عند معظم الناس، الا ان طبعا عم نبيل بحريه كلنا عارفينه طبعا على الفيس، راجل جميل ومجتهد جدا، قدر ان هو يعملها في قوالب البوبس اللي هو السيليكون، دخلها الفرن، بعتها لي على الواتساب، رائعه جدا. شكرته جدا لسبب واحد بس، ان هو قدر ان هو يعمل الشيء، قدر ان هو بفكره يقدر يمشي الامور، مش لازم يجيب المكنه، حتى لو كانت المكنه موجوده وسعرها غالي عليه قدر يعملها. ده اللي انا بطلبه من حضراتكم دايما. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده قلنا نعمل اكل اسيوي او نعمل اكل صيني. هنعمل صنف فراخ صيني. اكل الصيني زي ما احنا عارفين انتشر جدا في مصر، والاكل الهندي اكل شرق اسيا كله اتشهر جدا، مطاعم كتير كترت. الاكل غالي جدا، نتيجه طبعا ان بيبقى مش الكوست او الايتم عالي جدا في ثمنه، لا بالعكس، لكن الشيف اللي هو بيشتغل المطعم حاجات كتير قوي هي اللي بتعلي من ثمن الطبق. هنعمل صنف فراخ وهنعمله بصوره حلوه جدا. هنعمل الشعريه الصيني. انا قصدت ان انا ما اعملش رز صيني، وقلت نعمل الشعريه الصيني. هنشرح مع بعض عجينه الشعريه اكم من مرات برضه عملتها، هتلاقوها على اليوتيوب، لكن عشان اعجنها ووريها لحضراتكم هتاخد مننا وقت كتير جدا. لكن هي زي ما اتفقنا عباره عن 3 بيض بضربهم بالشوكه مع معلقه كبيره زيت مع رشه ملح، وهنزل بالدقيق، هتاخد مني في حدود كوبايه ونص دقيق، كوبايه دقيق. ممكن ادي طبعا لازم رشه الملح، وابتدي اعجنها كويس جدا. ابتدي اشتغل بمكنه المكرونه وتتقطع بالجزء بتاع الشعريه بالشكل دوت، يا دوبك بتنزل في الميه في حدود 30 ثانيه، اقل من دقيقه، وبتطلع عشان نبتدي نعمل لها الصوص بتاعنا. الصوص بتاعنا او الصوصات الصينيه مختلفه شويه، لازم بيبقى فيها بعض المكونات، قلنا زي الصويا صوص، زي الورشستر صوص، الحاجات دي بتبقى مهمه جدا. لكن زي ما اتفقنا ان احنا بنشيل حاجات وبنحط حاجات. احنا هنحط الصويا صوص لان الصويا صوص الازازه بتعملها في حدود 13 جنيه، ممكن تقعد معايا سنه. ده اللي بيدي التست بالاكتر الصيني. الورشستر صوص نفس القصه، لكن الازازه غاليه شويه، احنا هنحاول نتلاشاها. احنا ممكن نعمل ورشستر صوص في البيت بس مع مرات جايه. مقادير اول طبق عندنا الفراخ ايه؟ نزل يا سمسم كده مقادير اول طبق، انزل يا سمسم، ماشي. المقادير بتاعتنا عباره عن ايه؟ بيكون عندي فراخ او جوانح، القصه دي هتمشي في الفراخ او في الجوانح او في ليل فراخ او فراخ بعضمها بس بتتقطع صغير، او التشيك اللي هو التشيكن وينجز اللي هي جوانح الفراخ، هنقدر نعملها. ده ايتم او طبق بيطلع صيني ان شاء الله هيبقى يعجب حضراتكم جدا. عباره عن نص كيلو فليه فراخ، وبعدين بيكون عندنا بيضه، واتنين معلقه كبيره نشا، ومعلقه كبيره صويا صوص، ومعلقه كبيره صويا صوص، معلقه صغيره جنزبيل، رشه ملح، فلفل اسمر، اتنين فص ثوم، لبن شايف، اتنين معلقه كبيره بصل اخضر. دي المكونات اللي انا هستخدمها يعني. خلاص بيكون عندي طبعا الشعريه الصيني ورشه سمسم للفراخ، بس ده هيبقى طبق لوحده وده هيبقى طبق لوحده. خلاص يا جماعه، يعني ادي الفيليه الفراخ. احنا عايزين واحده واحده كده نشوف هنعمل ايه. احنا مالناش دعوه بالشعريه دلوقتي، احنا هنعمل لها الصوص بعد كده ونشوف الدنيا فيها ايه. بجيب الفراخ اول حاجه بقطعها بالطريقه اللي انا عايزها. انا هسيب الفيليه للشعريه او للمكرونه. عايزين بس نبقى مركزين وعارفين ايه، لان الموضوع بسيط وابسط منه ما فيش. بيكون عندي كاتشب طبعا والصويا صوص. خلاص هنعمل اول حاجه الفراخ ونشوف الدنيا فيها. ببتدي اقطع الفراخ كده مكعبات زي ما انا عايز، المكعبات اللي انا عايزها بالشكل ده كده اهو، واحده واحده وعلى مهلنا ونبقى عارفين الدنيا فيها ايه. خليها لنا كده ماشي اهو، ما تخليهاش مكعبات كبيره، زي ايه، اصغر من شيش طاووق شويه بالشكل ده كده. هات لنا حته فراخ برضو كده، هنخليها للايه، للشعريه، وناخد دول كده على جنب ونبدا نشوف الدنيا فيها ايه. وبعدين يا شفنا، وبعدين وبعدين بيكون عندي بقى اول حاجه بعملها، عشان لازم هاخد الفراخ ديت الاول بلانشيه في الزيت، بيكون عندي ادي البيض، 3 مكونات، ادي البيض وادي النشا.
عشان ابتدي اول حاجه ان انا هعمل لها ايه. عارفين احنا في بعض الاصناف بنعمل ايه، بنقول بنعمل تشوك للفراخ او للحمه، هنا احنا برضو هنعملها بس بطريقه تانية مع الزيت. يبقى ادي البيض وادي النشا وادي الصويا صوص، ولو عندي ورشستر صوص بندي ايه، بندي برضو معلقتين كبار كده، لكن احنا قلنا كده كفايه قوي. وبعدين بنبتدي نقلب الخليط ده كده، يبقى البيض مع النشا مع الصويا صوص بالشكل ده كده اهو. تمام. وبعدين يا شفنا ندي شويه نشا تاني بساط، معلقه واحده بس كبيره كده، وخلصت القصه بتاعتنا. هننقع الخليط ده، المفروض ان انا انقع الخليط ده كده يقعد له بتاع ساعه، لكن انا زي ما اتفقنا انها ما بتفرقش معانا ان احنا نقعد ساعه او نقعد ساعتين او على طول نشتغل. نجيب الفراخ بالشكل ده كده، وابتدي احطها هنا مكعبات صغيره بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت، ونشوف الدنيا فيها ايه. يكون عندي الزيت، لو عندي زيت سمسم، هما دايما يشتغلوا بزيت السمسم، زيت السمسم غالي. يبقى احنا بنعمل ايه طالما زيت السمسم غالي؟ تمام، برافو عليكم، نستخدم زيت عادي خالص زي ما اتفقنا ان احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نخلي الشغل بتاعنا او المكونات بتاعتنا في متناول ايدينا، دايما تكون الحاجه في متناول ايدينا، ما نحاولش ان احنا نفرط في الشيء او لازم اجيب الحاجه او او او. وبعدين ببتدي اجي كده ادي الزيت اهوت، احمر الفراخ بتاعتي. يبقى هنا اديت ايه؟ اديت معلقه كبيره نشا، واديت البيضه، واديت معلقه كبيره صويا صوص. طبعا الريحه هنا بتظهر عندي في القليه، الدنيا هنا اتغيرت خالص اهو. طرقهم او الطرق بتاعت طبعا ليهم اكله، يمكن هنقول 40% مش هيبقى او 50% مش مناسب لينا، لان احنا عندنا الساده المصريين والعرب بالذات ليهم كده طقوس معينه في اكلهم ما بنقدرش نغيرها ابدا. ابتدي بقى اخلع كده الكلافز، ما بنقدرش نغيرها ابدا. هم ليهم بعض الاكلات اللي ممكن تكون مناسبه لينا زي السوشي. السوشي طبعا بيختلف ما بين اليابان وما بين الصين، انتشر جدا وحبوه السيدات المصريات طبعا عرفوه وحبوه جدا. وطريقته سهله برغم انه بيتباع غالي جدا. ادي كده، وبعدين بالراحه كده واحده واحده ابتدي ان انا اقلب الفراخ بتاعتي. السوشي، الشعريه، بصوصاتها طبعا المختلفه، الصينيه او اليابانيه، اصناف الفراخ، اصناف الاسماك، لان الاسماك مشهوره عندهم بالاخص. الفراخ عندي الكاسه اهيت يا جماعه من النشا ومعلقه الصويا والبيض. وبعدين يا شباب وبعدين ادي كده واحده واحده، يعني مهلنا كده ما نبقاش مسرعين ونبقى عارفين الدنيا فيها ايه. طبعا من كتر برضو استخداماتهم مش زينا، مثلا بصل بنستخدم احنا البصل على طول، هم بيستخدموا البصل الاخضر، حاجات كلها ملائمه لينا واحنا بنستخدمها. تمام. بس عملنا الكفر الخارجي اهوت بالشكل ده. وبعدين تتحمر كويس قوي عشان بعد كده بنبتدي نديها الصوص بتاعها. وبعدين نجيب الطاسه كده عشان اجهز الصوص بتاعها ونشوف الدنيا فيها ايه. يبقى احنا عملنا ايه؟ شايفين اللون عامل ازاي؟ اهو. طبعا تغيير، لان معظم حضراتكم بيجيبوا الفيليه، الفيليه دلوقتي بقى ايه؟ هنقول بديل اللحمه لاولادنا. طبعا احنا يا بنعمله بانيه يا بنعمله مشوي. مشكله الفيليه الفراخ ان هو بينشف شويه في الشوي. فاحنا عايزين نبقى نغير. يعني انا بحب في الشوي يبقى وراك الفراخ بالذات لانها بتبقى ناعمه شويه. طلع لي بالشكل ده. يبقى ادي اول حاجه اهيت، وشفنا الدنيا فيها ايه وعامله ايه. فاحنا دايما عايزين نغير شويه لاولادنا،
حتى الاولاد اللي هم بيزهقوا عايزين ياكلوا بره، برغم ان ممكن يكون اكل حضرتك مميز جدا، الا ان هم بيحبوا ياكلوا الحاجه بره. احنا ممكن نعملها لهم مش عشان النظافه وبس، وعشان انا واثق من الشغل اللي انا بعمله قد ايه الحاجه اتغسلت واتنقعت في ميه و لا، انا ببقى يعني بيبقى جميل قوي ان انا اقدر اعمل لابني او بنتي الاكل اللي هو بيجيبها من بره، قد ايه بقدر ان انا برضو كبيني وبين نفسي بقدر اوفر في البيت او هنبتدي نعمل الصوص بتاعنا بسيط جدا. محتاج له انا كاتشب، معلقتين كبار كاتشب، محتاج له معلقه صويا صوص كبيره، وادي التوم، وادي الجنزبيل، والسمسم اخر حاجه هياخد رشه سمسم. بنبتدي ننزل بمعلقه زيت زي ما اتفقنا، المفروض زيت سمسم. كتير قوي بيبقوا غيرون على يعني عندهم غيره على الشغل بتاعهم، سواء من الساده الشيفات، سواء من صاحب الاكله او شعب الصيني ممكن يكون بيتفرج عليا، زي احنا يا شعب مصري لو لقينا حد في اي الدول بيشرح الكشري او البصاره بنبدا نقول هو فيه ايه، الطريقه دي غلط. لكن هو ممكن يكون بيستبدل شيء بشيء عشان يقدر يمشي الامور. يا دوبك بالظبط كده، ادي معلقه توم صغيره، دوبك الريحه تطلع مع الجنزبيل بالشكل ده كده. هنبتدي نطفى عليها، مش عايز الريحه تطلع، بالكاتشب، وادي الصويا صوص، بسيط برضو عشان ومش عايزها اللي هي تكون ملح كتير، عايزها اللايت. الصويا صوص لما نجيبها نجيب اللايت، سنه ميه صغيره كده. ممكن انا اصل احنا حرين في اكلنا، يعني موضوع الاكل دوت او الوجبه او الوصفه انا بتبقى حريه شخصيه مني انا ان انا اعمل الوصفه اعملها ازاي. حبيت ادي في الصوص ده اي حاجه مهما تكون هي ايه، اقدر ان انا اعملها بالشكل ده كده اهو، ونشوف الدنيا فيها ايه. تمام تمام تمام، نديها سنه صويا صوص صغيره كده، وخلصت القصه بتاعتنا. الصوص عندي غلي ظبط، ريحه الجنزبيل هي اللي طاغيه في الصوص اللي عندي. بنبتدي ننزل بالفراخ واحده واحده كده عشان تاخد بقيه سواها. لو هدي بصل اخضر بدل بصل الاخضر، وهتبتدي النشا هنا تعمل لي عمليه الايه، عمليه ان الصوص يبتدي يتقل معايا ويشد. يا استاذ نبيل اهلا بحضرتك، استاذ نبيل اهلا بحضرتك. الله يخليك يا كبران، الله يخليك يا رب، ربنا يحفظك ويبارك لي في عمرك. الله الله يخليك يا عم نبيل، تسلم لي، تسلم ايديك يا عم نبيل، الله يكرمك. تسلم لي يا حبيبي، ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا حبيبي. الله يخليك يا عم نبيل، تسلم لي وتسلم ايديك، وبرافو عليك. الله يكرمك يا ابن اهلك. تسلم يا عم نبيل، ربنا ما يحرمنا من ذوقك ابدا. شكر قوي يا عم نبيل، ربنا ما يحرمنا من ذوقك، تسلم لي وكلك ذوق. بناخد شويه بصل اخضر كده، ولازم نرش بصل اخضر على الوش مع السمسم زي ما اتفقنا. تحت اي ظرف وحبيت ان انا ادي في الوصفة بتاعتي ديت نوع من أنواع الخضروات، جزر، فاصوليا، أقدر عايز أدي مشروم، أقدر أدي، دي حاجة بترجع لي أنا، يعني الوصفة دي بترجع لي أنا. بس طبعا زي ما قلت لكم مرة إيه، ما انصحش إن حضراتكم تدوا فاصوليا بالذات. لا طيب يا حبيبي، حاضر، تسلم إيدك أنت. طبعا مخرجنا الرائع بيقول لي انا من هواة الاكل الصيني، ما كنتش اعرف ان هو ممكن يتعمل الاوردر بالشكل ده. وبعدين هنبدا دلوقتي نعمل الصوص بتاعنا اللي هو صوص الشعريه. الشعريه بتاعتنا زي ما اتفقنا وقلنا العجينه بتاعتها، طبعا الافضل ان انتوا بتبقى حضراتكم شايفين العجينه بتاعتنا عامله ازاي. زي ما قلنا انها عباره عن كوبايه ونص دقيق، 3 بيض، من كوبايه لغايه يعني الدقيق للتماسك، مضرب 3 بيض مع معلقه كبيره زيت مع رشه الملح، وابتدي انزل بالدقيق لما يديني عمليه التماسك. اول ما تتماسك معايا العجينه ببتدي ان انا اشتغل بيها واقطعها
بالمكنة بتاعتنا ونقول خلصت القصة بتاعتنا. وبعدين طبعا الفيليه ما بياخدش سوى جامد. ها ايه الاخبار؟ نخليها بقى كده على نار هادية. الصوص ابتدى يتخن عندي، خلالي بقى على نار هادية. هنعمل دلوقتي الصوص بتاع الشعرية بتاعتنا عبارة عن ايه؟ برضو نفس القصة، بنجيب بقى بقية الفراخ بتاعتنا، ببتدي اقطعها بقى صغير خالص كده بالشكل ده، وبرضو هنستخدم لها توم، وهنستخدم لها الاساسيات عندنا: توم، جنزبيل، صويا صوص، الورشستر صوص. خلينا دي كده اهي، اتفقنا؟ عايز ادي اي نوع من انواع الخضروات، الخضروات ما تستويش ولا تتسلق، عايز ادي كرنب اقطعه سلايز، اللي انا عايز اديه اديه في الشعريه اللي عندي، لكن انا النهارده عامل الشغل بتاعنا ساده خالص. معلقه زيت صغيره كده، وزي ما اتفقنا لو كان زيت سمسم افضل. وبعدين تسخن بس عندي كده. طيب لازم يا جماعه طالما انا بعمل عندي اي نوع سواء لحمه سواء فراخ وهعملها تشك على النار، لازم ضروري تدخن معايا عشان اقفل المسامات بتاعتها ما تنزلش، تبدا تنزل الميه بتاعتها تبتدي تنشف. وبعدين 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 تمام يا شيفنا، بس ابدا اغرف لي كده، خلوش الحاجه تستوي قوي عشان بتنشف. وزي ما اتفقنا ان الفليتو من الحاجات اللي لو قرصت عليه في الشوي بينشف. الصوص طبعا ريحته انا مش هقول لكم، يمكن حضراتكم عارفين ومجربين، جربتوه مره مني الصوص دوت قد ايه طبعا من الحاجات الرائعه. بس كده، يا سلام يا شيف محمود، طبق فراخ الف هنا لحضراتكم. اخر حاجه طبعا الديكورات بتاعتهم بتبقى بسيطه قوي، شويه بصل اخضر كده بصات، وادي شويه سمسم بصات. خد حاجه معانا او في اي حاجه وخلصت القصه بتاعتنا، خلصت القصة بتاعتنا. يا سلام، تمام، تسلم ايديك شيف محمود، مش أنا يعني، أنتوا اللي بتقولوا لي، أنا عارف وأنا سامعكم ومقدر دايما. حاضر. وبعدين 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 يا شيفنا، تمام كده، برافو عليك. زي ما اتفقنا طبعا طبعا الطبق دوت حبيت إن أنا أدي فيه فاصوليا، جزر، أي نوع من أنواع كرنب، اي نوع من انواع الخضروات اقدر ادخلها، هم بيحبوا جدا، بس عندهم الحاجه البنتي يعني ما تكونش مستوي قوي زي الايطاليين، زي ما لناش دعوه بالناس ديت، ما يبقاش عندنا دايما زي ما اتفقنا العقده اللي هي بنبص، لا احنا احسن ناس دايما. عارفين انا دايما ابص ان كل حاجه ربنا مدهاني هي احلى حاجه في الدنيا، ان كان عندي شقه متواضعه دي احلى من القصر، ما بصش ان فلان عنده قصر، والله انا كده. عندي عربية صغيرة، الله ده أحسن من مرسيدس والبي ام. عندي مش عارف إيه، دي أحلى حاجة في الدنيا. طول ما عندي المطلون بتاعي اللي هو ب 100 جنيه وزيه فيه 3000 جنيه، أنا بموت في المطلون ده. دايماً يبقى عندنا الحتة دي يا جماعة، حتة إن إحنا راضيين باللي ربنا إداهولنا. هو ده الرضا، الرضا. ودي حاجة يعني دي هبة، دي هبة الحمد لله أحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها. هنبتدي الأول ننزل بالفراخ كده وإحنا شغالين، إن الواحد يبقى عنده رضا. دايما يقول حتى الرضا بالمقسوم عبادة. ننزل بالفراخ كده، عايز هنا أدي خضار بعد ما بعملها للشوك دوت، سواء فاصوليا سواء جزر سواء 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 أي نوع من أنواع الخضروات، ببتدي برضو إن أنا أخده تشويح كده. أقدر إن أنا أخد جزء من الحشوة دي بعد ما أديها فاصوليا بصل ثوم، وبعد كده الفراخ خلاص، بعد كده فاصوليا وجزر مبشور او سلايز، وابتدي الف السبرينج رول. برضه صنف من الاصناف الصيني عملناه وعملنا عجنته، ونقدر نشوفها على اليوتيوب، ونقدر ان احنا نلفه ونحمره، بيطلع مع اي نوع من انواع الصوصات اللي احنا عايزينها، اي نوع من انواع الصوصات اللي احنا عايزينها. كده بالشكل ده اهو. اول ما نعملها تشك بنبتدي ننزل بايه؟ بالتوم بتاعنا. فين التوم يا شيفنا؟ اهو ادي التوم بتاعنا اهوت مع الجنزبيل.
ثوم، جنزبيل. طبعا لو جنزبيل فريش هو ده افضل حاجه. انا واحد من الناس بحب المكرونه او الشعريه الصيني ان انا ما اكلهاش الا بالفراخ كده بس، او بسلايز اللحمه. سلايز اللحمه بتلو او البوفتيك اقدر ان انا اكلها بيه، ده افضل حاجه. تمام يا شيفنا، ادي كده وتعالى لي كده. صنفين بسيط جدا، لو كان في وقت عندنا كنت ممكن اوريكم بقى ننزل مقبلات، ننزل شوربه، ننزل عجاين، ان احنا نعمل لها نعمل عجاين زي ايه؟ افضل عجاين من افضل العجاين الصينيه المشهوره طبعا السبرينج رول. السبرينج رول واكم طبعا من اصناف، في عندهم معجنات بتتسلق في بس حاجات احنا في مصر هنا هنقدر ان احنا نتقبلها، هنقدر احنا. شايفين المكرونه؟ طبعا لو دخلنا ايه يا حبيبي؟ حكايه. لو دخلنا على اليوتيوب كتبته بس الشعريه الشيف محمود الشعريه الصيني، هتشوفوا بقى العجينه بتاعتها، بعجنها وببتدي ان انا افردها واقطعها. حتى كنت بصمم ان انا اعملها على الهوا، لان اي حد بيشوف الشعريه دي مش ممكن تكون معموله، فنبص عليها ونبص على العجينه ونشوف الموضوع سهل قد ايه وبسيط وما فيهوش حاجه. حاضر يا استاذه منى، اهلا بحضرتك. استاذه منى اهلا بسعادتك. اهلا. لو سمحت يا شيف محمود عاوزه اسالك على حاجه. اللي سعادتك تامري بيه طبعا. في سمعت ان الفراخ في محلول بننقعه فيه مكون من ميه ملح وسكر. ميه وميه وملح وسكر. بيقول ان هو بيتنقع فيه الفراخ. ميه مظبوط يعني صحي كويس ولا ايه؟ بصي هقول لك على حاجه، احنا عشان نشيل الزفاره من الفراخ، فانا بجيب الفراخ ابتدي ادعكها بالملح واسيبها في حدود نص ساعه، يا ريت لو عندي دقيق ذره، هو ده اللي بيشيل الزفاره، هي القصه كلها ان انا اشيل الزفاره. ببتدي ان انا ادعكها بالملح، ادعكها بدقيق ذره، اسيبها في حدود نص ساعه، بتنزل كل الدم اللي فيها وكل السوائل اللي فيها اللي ممكن تكون مزفراها. بعد كده بشطفها شطفه كويسه جدا وابتدي ان انا اشتغل بيها على طول. فالقصة مية وملح يعني ماشي صح، السكر أنا مش عارف ليه، لكن طبعا لو حد كان قال المعلومة ديت فممكن يكون هو صح طبعا عني، يعني أنا ما بحبش أن أقول يعني في طبيعة ما بحبش أقول على حاجة غلط، فربنا سبحانه وتعالى يعني إيه يجعل الناس كلها تكون بتوصل لكم المعلومة الصح. وادي طبق الشعر، لو دخلنا احنا بقى كنا طبعا الطبق ده مش عايز اقول لكم معمول، يعني انا لما جيت افرد العجينه عجنت العجينه بيضه سريعا قبل الهواء، تك 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 فردت، خدت النص بس حته عجينه صغيره. انتوا عارفين طبعا الثلاثه بيض بيعملوا كميه شعريه دي. وادي الشعريه الصيني، طبقين بساط جدا جدا، ايه رايكم نحط حته نعناع؟ بس انا لقيت النعناع الصبح، هو طبعا مش المفروض هم بيدوا نعناع، بس ما علينا، احنا بقى يا مصريين هندي نعناع. ادي كده وخلصت القصه بتاعتنا. عرفنا احنا عملنا ايه؟ نقول بالراحه بقى. مخرجنا كده هو بيجيب الطبقين، اقول لكم بالراحه اتعملوا ازاي. جبنا الفراخ قطعناها مكعبات صغيره، جبت البيضه مع معلقه كبيره نشا مع معلقه كبيره صويا صوص، ضربتهم مع بعض. بعد كده نقعت الفراخ فيهم، ابتديت ان انا احمرها تحمير عادي خالص مفيهوش اي حاجه. وبعدين يا شيفنا وبعدين بعد كده جبت معلقه زيت سمسم، ما عندي زيت سمسم قلنا زيت عادي، نزلت بالثوم والجنزبيل، بعد كده نزلت بنص كوبايه كاتشب او معلقتين كبار كاتشب مع معلقه كبيره صويا صوص، بعد كده اديت في حدود نص كوبايه ميه، نزلت بالفراخ. هنا الصوص هيبتدي يتقل عندي، الصوص نتيجه للنشا اللي انا جلست بيه الفراخ هيبتدي يتقل عندي. وبعدين هسيب طبعا في حدود 10 دقائق يغلي عندي الخليط دوت على نار هاديه، ابتدي ان انا اغرفه بالصوص دوت، صوص رائع طبعا غير عادي، حط عليه السمسم ويتحط عليه بصل اخضر، ممكن ادي معلقتين بصل اخضر في قلب الخليط. القصه هنا سهله جدا ما فيهاش اي حاجه واحنا هنتقبله. هنيجي للشعريه، اللي عنده مكنه مكرونه، اللي ما عندوش حتى انا وريت ازاي ممكن يفرد
الشهريه بتاعتنا، 3 بيض، معلقه كبيره زيت، رشه ملح، نزلنا بدقيق، الدقيق العجينه اتمسكت معايا كويس قوي، وتكون عجينه قاسيه. عايزها عجينه قاسيه عشان اقدر ان انا في المكنه تمشي معايا ما تضايقنيش. فردتها للمرحله اللي قبل الاخيره، ابتديت ان انا انزل واقطع الشهريه بتاعتي، نزلت في الميه في حدود ما فيش هتاخد دقيقه. يا دوبك هي بحطها في الحله بتغوص على الوش، بصفي على طول. جبت بعد كده معلقه زيت سمسم، فص ثوم، معلقه صغيره جنزبيل، يا ريت جنزبيل فريش، وخدت الفراخ الاول تشك معايا وابتديت. ممكن زي ما اتفقنا انزل باي نوع من انواع الخضار، سواء كرنب، فاصوليا، جزر، بلاش كوسه طبعا. وابتديت ان انا احور الكلام دوت، ونزلت على طول بالشعريه، خدت اتقلبت مع الخضروات او مع الفراخ والصويا صوص، وطلعت بالشكل دوت. اكم من اكلات صينيه طبعا هتعجب حضراتكم جدا. احنا كله احنا بنتعرف على الاكلات، ولكن القضيه كلها هي ان انا ما اعمل اكله صيني اكون عارف ان انا اقدر اشيل اللي مش هيناسبنا احنا، او مش هيناسب الذوق المصري او الذوق العربي او الخليجي او الجماعه اللي احنا كلنا كده يعني ايه، يمكن اكلاتنا متشابهه مع بعض، وابتدي ان انا احط حاجه فيهاش اي حاجه. ده اي سيده مصريه رائعه او عربيه بتبتكر في المطبخ وهي بتعمل الاكله بتاعتها. تيجي تشتغلي دايما زي ما بقول لحضرتك، اعتز بنفسك، اعملي الاكله، ثقة بالنفس، مكيش من اي حد في الدنيا زي كده، مش من اي حد في الدنيا ده بس خلاص. الله اول حاجه طبعا، والدتي الغاليه، بعد كده مفيش، اللي هنا هو اللي بيمشي بس، وطبعا ارضائكم بعد ربنا ان شاء الله. ربنا يخليكم ليا يا رب، يحفظكم، يجعلني دايما اقدر اعمل لكم وصفات بسيطه تستمتعوا بالنص ساعه على قد ما اقدر، على قد ما اقدر. ألقاكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم.